السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا. دخل الاتحاد المصري لكرة القدم في سباق مثير مع الزمن من أجل إرغام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إدخال بعض التعديلات على نظام قرعة المباراة الفاصلة، وأشار تقارير إعلامية أن المصريين يرفضون أن يكون الامتياز لصالح فرق المستوى الأول، والتي يخولها القانون أن تستقبل مباراة الإياب في حين تلعب مباراة الذهاب عند فرق المستوى الثاني، ويتم توزيع المنتخبات المتأهلة عن دور المجموعات إلى المباراة الفاصلة بناء على آخر تصنيف الاتحاد الدولي قبل إجراء القرعة، ويضم المستوى الأول منتخبات كل من المغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا، أما المستوى الثاني فيضم كل من مصر وغانا ومالي والكاميرون والكونغو الديمقراطية. لذلك فتواجد مصر في المستوى الثاني سيفرض عليها استقبال مباراة الذهاب ولعب مباراة الإياب عند منتخب المستوى الأول، قد يكون المنتخب المغربي حسب القرعة، وهو ما جعل آلة المصريين الإعلامية وكذا المسؤولين عن الشأن الكروي يضغطون لتغيير هذا القانون قبل 25 نوفمبر الجاري، موعد سحب القرعة بالقاهرة. ذكرت تقارير إخبارية إسبانية أن اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي كان في طريقه للانتقال إلى فريق آخر غير برشلونة قبل عام، وتحديدا إلى فالنسيا، وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن عبد الصمد كان قريبا من الانتقال إلى فالنسيا في صيف 2022، حيث توصل النادي البرتغالي آنذاك إلى اتفاق مع هيركوليس للتعاقد مع اللاعب المغربي بصفة نهائية. وحال البند الجزائي الذي فرضته إدارة هيركوليس في آخر لحظة دون إتمام صفقة انتقال زلزولي للظهور في ملعب المستايا، حيث اشترط ناديه السابق مشاركة المغربي لمدة 45 دقيقة على الأقل في 5 مباريات مع الخفافيش، وإلا سيتعين عليهم دفع تعويض مالي قدره 10,000 يورو. يذكر أن برشلونة تعاقد مع عبد الصمد الزلزولي في فترة الانتقالات الصيفية 2021، حيث دفع شرطه الجزائي البالغ 2 مليون يورو للحصول عليه من نادي هيركوليس وضمه إليه في صفوف فريقه. أشارت تقارير إخبارية إسبانية إلى اهتمام نادي إسبانيول بالتعاقد مع متوسط ميدان دفاعي في الميركاتو الشتوي المقبل، ولهذا ربط الاتصال مجددا بنادي فيرنتينا من أجل الحصول على توقيع الدولي المغربي سفيان أمرابط. وأكد موقع جول ديجيتال أن إدارة إسبانيول تخطط للبيع بعض ركائز الفريق في يناير 2022، وقامت في المقابل بتحضير لائحة الأسماء المطلوبة لتعويض المغادرين، ومن ضمنهم سفيان أمرابط المحترف في سيري أي. وأوضح ذات المصدر أن النادي الكتالوني لا يستبعد التفريط في أبرز لاعبيه بسبب تنامي اهتمام ريال بيتيز وبعض الأندية الإنجليزية بالتعاقد معهم، ومن بينهم لاعب الوسط سيرجي دراير والذي يرتبط بعقد مع إسبانيول حتى يونيو 2023. وفي حال تخليه على دراير مقابل إحدى العروض التي توصل بها بقيمة 15 مليون يورو، سيتحرك نادي إسبانيول مباشرة لإتمام صفقة التعاقد مع متوسط ميدان دفاعي، ويتعلق الأمر بسفيان أمرابط الذي كان هدفا له في صيف. يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جمعية عمومية غير عادية بالعاصمة القاهرة يوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري من أجل مناقشة بعض التعديلات التي ستطرأ على لائحة نظامه الأساسي والاتفاق على بنود جديدة. وستناقش الجمعية العمومية للكاف أهم المواضيع، وهو إطلاق دور السوبر الإفريقي في موسم 2022-2023، وذلك من خلال التصويت على نظام المسابقة الجديدة واعتماد أفضل نموذج لها حسب تصويت الأغلبية. وتنتظر الأندية المغربية والأفريقية ما سيفسر عنه اجتماع مسؤولي الكاف للتعرف على تفاصيل المسابقة الجديدة والتي يراهن عليها الجنوب الإفريقي باتريس موتيبي للدفع بعجلة تطوير كرة القدم الإفريقية إلى الأمام. يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي للعبة سيناقش مواضيع أخرى خلال جمعيته العمومية المقبلة بالقاهرة، من بينها منح صلاحيات أكبر للسكرتير العام في إطار التعديلات الجديدة على اللوائح الرسمية للاتحاد القاري لكرة القدم، بالإضافة إلى عرض مشروع بناء الملاعب في بعض الدول الإفريقية بميزانية تقدر بمليار